حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الصين تلعب بالنار في مسألة تايوان، وتعهد بالتدخل عسكرياً لحماية الجزيرة إذا تعرضت لهجوم، وذلك خلال كلمة ألقاها أثناء زيارة إلى اليابان. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد منطقة الإندو-باسيفيك توتراً ملحوظاً منذ منتصف العام الماضي. يقصد بهذه المنطقة جغرافياً كل الدول المطلة على المحيطين الهادئ والهندي، وأهمها الصين والهند واليابان والولايات المتحدة. تضم المنطقة حالياً أكثر من 50% من سكان البشرية، وتمثل 48% من التجارة العالمية و 57% من الناتج العالمي. وتشهد أكبر تحركات الاقتصاد العالمي، حيث يتم تدفق نحو 80% من تجارة النفط البحرية في العالم عبر 3 ممرات مائية في تلك المنطقة، وتتركز في المحيط الهندي والخليج العربي. كما تعد المنطقة أكثر أقاليم العالم خطورة عسكرياً، فهي تضم 17 من أكبر 10 جيوش دائمة في العالم، كما تضم 6 دول نووية معلنة، هي الولايات المتحدة، روسيا، الصين، كوريا الشمالية، الهند وباكستان. الاستقطاب في المنطقة هذه التي نتحدث عنها الإندو-باسيفيك زادت حدته مع إبرام اتفاقية كواد التي تضم الولايات المتحدة إلى جانب اليابان والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وفيتنام وغيرها، وتهدف لإقامة منطقة حرة ومفتوحة في المحيط الهندي والهادئ، وقد اعترضت الصين عليها. كما أبرمت واشنطن اتفاقية أوكوس في سبتمبر أيلول الماضي وضمت بجانبها أستراليا وبريطانيا، وتهدف لبيع غواصات نووية حديثة لأستراليا لتتمكن من نشرها في المحيط الهادئ ومنع بسط نفوذ الصين عليه. في المقابل صرحت بكين بإمكانية استخدام القوة لإعادة تايوان للوطن الأم باعتبارها جزيرة منشقة تتمتع بحكم ذاتي ولا تعترف بها الصين كدولة مستقلة. وجرى اتفاق عسكري سراً بين الصين وقادة جزر سليمان هذا العام إلى أن أعلنت عنه الخارجية الصينية، وهو أول اتفاق عسكري تبرمه بكين مع دولة في المحيط الهادئ، وهو ما ينقل التنافس الصيني الأمريكي في منطقة الإندو-باسيفيك إلى درجة أكثر توتراً. نتابع التقرير ثم نسأل خبيراً في شؤون المنطقة عن التهديدات المتزايدة في الإندو-باسيفيك وأسباب التنافس بين الصين والولايات المتحدة. تتزايد حدة الصراع والتنافس بين الصين والولايات المتحدة على منطقة الإندو-باسيفيك. آخر فصول التوتر في المنطقة كان مع تهديد الرئيس الأمريكي بايدن بالتدخل العسكري لمساندة تايوان في حال تدخلت الصين عسكرياً لضمها. من اليابان يطل قادة الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان زعماء تحالف كواد معلنين وحدتهم ومحذرين من محاولات تغيير الوضع القائم بالقوة في المنطقة من دون الإشارة مباشرة إلى الصين وعلاقتها بتايوان. وكشف قادة تحالف كواد عن خطط لاستثمار 50 مليار دولار على الأقل في مشاريع بنى تحتية إقليمية في السنوات 5 القادمة، وعن مبادرة للمراقبة البحرية تسعى كما يعتقد إلى تعزيز مراقبة الأنشطة الصينية. تحالف بين دول الغرب وبعض دول الإندو-باسيفيك يقابله تمدد للنفوذ الصيني الذي يأخذ أشكالاً عدة، ومنها إقامة جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي وإنشاء قواعد عسكرية عليها بهدف توسيع خريطة الصين وتوسيع المناطق التابعة لها، هذا في الوقت الذي تتنامى فيه القدرات العسكرية الصينية في كل المجالات خصوصاً في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتبنت الصين مبادرة الحزام والطريق في عام 2013 لتوفير الغطاء السياسي والاقتصادي لحركتها الدولية وتوفير سبل نمو تجارتها من خلال شبكات الموانئ والمطارات والسكك الحديدية والطرق والممرات البرية والإنترنت، وطرحت مبادرات للتعاون بين الدول في مجال الأمن البحري والخدمات البحرية المشتركة. في هذا السياق يمثل بحر الصين الجنوبي خط المواجهة الرئيسي بين البلدين، فتتهم واشنطن الصين بأنها تسعى للسيطرة عليه ووضع قيود على حرية الملاحة فيه. وقد أعلن ترامب عام 2017
عن استراتيجية الإندوباسيفيك، ووفقاً لها فإنها منطقة تجارة وملاحة حرة ومفتوحة. يأتي هذا وسط سباق تسلح بين المعسكرين، إذ أجرت كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وكوريا الشمالية تجارب إطلاق صواريخ فرط صوتية، ويمكن للصواريخ فرط الصوتية أن تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت بأكثر من 5 مرات. وأجرى الجيش الصيني مؤخراً دوريات استعداد قتالية مشتركة وتدريبات عسكرية في البحر والمجال الجوي حول تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، بينما تعتبرها بكين جزءاً من الصين. يأتي هذا بينما أجرت القوات الجوية الروسية مهمة استطلاع مشتركة مع نظيرتها الصينية في أجواء المحيط الهادئ. الخطوة هي أول تدريب عسكري مشترك بين الصين وروسيا منذ غزت موسكو أوكرانيا في 24 فبراير. وبحسب خبراء فإن الحرب الروسية الأوكرانية مثلت فرصة مهمة بالنسبة للصين لتحقيق عدد من المكاسب السياسية، وعلى رأسها ضرورة تفهم المصالح الأمنية الحيوية للدول الرئيسة داخل النظام العالمي. فمن خلال إعلان تايوان الاستقلال أو اعتراف الولايات المتحدة باستقلال الجزيرة أو امتلاك الجزيرة سلاحاً نوعياً يخل بموازين القوى مع الصين الأم، فإن الصين تمتلك في هذه الحالة الحق في التعامل العسكري مع مثل هذه التطورات بما يضمن مصالحها الأمنية والجيوستراتيجية، لا سيما إذا نجحت روسيا في حماية مصالحها الأمنية في أوكرانيا وربما في شرق أوروبا من خلال التدخل العسكري دون ما رد فعل عسكري مباشر من جانب الناتو. على الرغم من رفض الصين لإدانة العمل العسكري في أوكرانيا، إلا أنها لا تدعم روسيا عسكرياً في حربها على عكس دول الناتو التي تدعم أوكرانيا. فالتجارة بين الصين والغرب تشكل عصب الاقتصاد الصيني، كما أن أوروبا والولايات المتحدة تشكل أكبر الأسواق للمنتجات الصينية، واتخاذ الصين موقفاً حاداً قد يضر بهذه المصالح الاقتصادية. سباق تسلح، حرب تجارية، اتفاقات وتشكيل تحالفات، وتمدد في الخرائط في منطقة الإندوباسيفيك يشي بأهميتها الاستراتيجية، لكن ما يجعلها منطقة ساخنة هو تزايد الوجود العسكري فيها وإجراء مناورات للحلفين يخشى أن تتحول لحرب باردة في المستقبل مع تصعيد التهديدات بين الصين والولايات المتحدة. معنا عبر سكايب من مدينة نوتنغهام البريطانية البروفيسور ستيف تسانغ مدير معهد الدراسات الصينية في جامعة سوس والزميل المشارك في برنامج آسيا في المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس. بروفيسور، ما أسباب هذا التصاعد الكبير في التوتر بين الصين والولايات المتحدة برأيك في الآونة الأخيرة؟ التوتر ما بين الولايات المتحدة والصين له فترة طويلة منذ عدة سنوات، والمسألة الآن هي غزو روسيا أوكرانيا. الولايات المتحدة تريد أن ترسل رسالة واضحة للصين، والصينيون لديهم مخاوف من الإجراءات القوية التي اتخذتها الولايات المتحدة في أوكرانيا، فهي تخاف أن تفعل الولايات المتحدة الشيء ذاته في حال غزو تايوان. إذن الطرفان يقومان بالتصعيد حاليا. طيب دكتور، هل ترى أن الصين تنظر بعين القلق إزاء رد الفعل الغربي والأمريكي، خصوصا إزاء ما جرى في أوكرانيا، وبالتالي تتخذ خطوات ربما تصعيدية لكي تقول للولايات المتحدة إننا موجودون هنا ولن نسمح بشيء مماثل مثلا؟ لا، إن الصينيون لديهم مخاوف كثيرة جدا، أولا بالنسبة للاستجابة الموحدة من القوى الغربية وتقودها الولايات المتحدة. إن الوحدة ما بين أوروبا والولايات المتحدة تخيفهم، ولديهم مخاوف أكثر بالنسبة لاستخدام العقوبات التي فرضت على روسيا، بالذات ما يحدث من تجميد الأموال الاحتياطية
الأجنبية الروسية والصين لديها أكبر احتياطي أجنبي للنقد في العالم، ومن هذه الثلاثة تريليارات هناك أكثر من تريليون دولار موجودة كأذون خزانة في الولايات المتحدة. إذن هذا يمثل مخاوف كبيرة جدا للحكومة الصينية. طيب إذن في هذه الحالة هل هذا يمكن أن يدفع الصين إلى عدم التصعيد إزاء الوضع في تايوان؟ لأننا في الواقع دكتور نسمع شيئا معاكسا، نسمع الصين تتقدم بتصريحات قوية بخصوص تايوان بأنها ستستعيدها حتى لو كان الموضوع بالوسائل العسكرية. ما تسمعه هو أمر صحيح، إن الحكومة الصينية لديها مخاوف من التهديدات الأمريكية لاستخدام العقوبات، ولكنها لن تردعهم. إن الحكومة الصينية تريد أن تأخذ تايوان لأسبابها الخاصة، وكل ما سيفعلونه كنتيجة لتعلمهم الدرس الأوكراني أن يستعدوا حتى يتأكدوا أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تفعل للصين ما فعلت لروسيا، سواء كانوا ناجحين في ذلك أو لا، فالوقت فقط سيحكم. إذن كيف برأيك تستقبل بكين التصريحات النارية كما وصفت من قبل الرئيس جو بايدن التي أطلقها عندما زار كوريا الجنوبية واليابان، وقال إن واشنطن ستساعد تايوان عسكريا في مواجهة أي غزو صيني محتمل؟ كيف تستقبل بكين شيئا كهذا؟ إن الحكومة الصينية قد ردت على ذلك بشكل قوي وبطريقة سلبية لتصريحات الرئيس بايدن، وهناك بعض العلماء الصينيون المتخصصون في الشأن الأمريكي الذين يتفهموا أن ما قاله بايدن لا يمثل تحولاً لسياسة الولايات المتحدة. إن سياسة الولايات المتحدة كانت دائماً أنه إذا تم الاعتداء على تايوان من قبل الصين بلا استفزاز من تايوان، فإن الولايات المتحدة لابد عليها أن ترد طبقاً لقانون العلاقات مع تايوان، أن ترد على ذلك. ولكن إذا استفزت تايوان أزمة مع الصين، إذن فإن تايوان لا يمكنها التعويل على الولايات المتحدة لمساعدتها، وما قاله الرئيس بايدن لم يتحول عن ذلك. إذن أنت لا ترى والحالة هذه أي غزو صيني قريب محتمل لتايوان؟ الصين ستحاول أخذ تايوان عندما تكون مستعدة لذلك. ليس من المحتمل أن يحدث ذلك في السنوات القليلة القادمة بشكل رئيسي، لأن الصين ليست مستعدة لذلك. إن الصين من السهل عليها أن تبني القوات البحرية والقوات الجوية والصواريخ، ولكن جيش التحرير الشعبي سيأخذ وقتا للتدريب على استخدام هذه المعدات العسكرية وقت طويل، وهم يعلمون أنهم إذا أرادوا أن يأخذوا تايوان فإن عليهم مجابهة الولايات المتحدة، وذلك معناه أنهم لابد أن يكونوا مستعدين تماما لذلك ولا يرتكبوا نفس الخطأ الذي ارتكبته روسيا في غزوها لأوكرانيا، لأنه أحد الدروس الهامة التي قد تعلمتها الصين أن روسيا لم تكن مستعدة تماما لغزو أوكرانيا، ولذلك قد فشلت العملية العسكرية، والصين تريد أن تتأكد أنها لن تكرر هذا الخطأ عندما تستخدم القوة تجاه تايوان.
كلام مهم. الولايات المتحدة من جانبها بروفيسور تقول الآن علنا إن سياستها هي إحاطة الصين بعدد من الدول غير الصديقة. ولا شك أنك تعرف عن الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا، هناك أيضا اتفاقات مع اليابان، هم حلفاء تاريخيين، اليابان وكوريا الجنوبية، هناك علاقات متقدمة جدا بين الولايات المتحدة والهند. هل ترى هذه السياسة الأمريكية إحاطة الولايات المتحدة للصين دول غير صديقة سياسة ناجحة في احتواء الصين؟ مع كل الاحترام لا يمكنني أن أتفق مع ذلك. لا أرى أن الولايات المتحدة أنها تحاول احتواء الصين، إنها تعمل مع الحلفاء حتى تقوي من قدراتها للاستعداد للرد على صعود القوي للصين وطموحها القوي بالنسبة لنواياها الدولية. إن الصين كبيرة جدا جدا على الولايات المتحدة أو أي تحالف من القوى حتى تحتويها، وحتى الآن لم نرى أي دليل على أن الولايات المتحدة تحاول أن تفعل ذلك. في الواقع الأمريكيون هم من يقولون ذلك. بروفيسور، الرئيس بايدن خلال جولته الآسيوية الأخيرة تفاخر بأنه لأول مرة منذ عقود طويلة الاقتصاد الأمريكي ينمو أكثر من الاقتصاد الصيني. هل ترى هذا عامل يضعف من موقع الصين حاليا في المنطقة وقوتها عالميا، الموضوع الاقتصادي؟ الصعود المؤقت والهبوط المؤقت ما بين العلاقات الاقتصادية الصينية ما بين الصين والولايات المتحدة لن يكون له تأثير عالمي كبير على المنطقة المحيط الهادي الهندي. إن العلاقات على المدى الطويل والتجارة هي التي سيكون لها تأثير. إن الولايات المتحدة بشكل عام تنتج من 24 إلى 30% من الناتج العالمي، والصين هي في صعود وتنتج حتى الآن أقل من 20% من الناتج الإجمالي العالمي. إذن فهناك فجوة ما زالت قادمة، والدول في منطقة المحيط الهادي الهندي ستتفهم وترى ذلك. ستيف تسانغ في نوتنغهام. الآن مشاهدينا نخرج إلى فاصل قصير، نعود بعده لنسأل: هل ينتشل غاز موريتانيا والسنغال أوروبا من براثن أزمة الطاقة؟ ابقوا معنا.